بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في كلامه على التواتر وما هو العدد الذي يحصل به التواتر. قال: نعم، الأربعة لا يمكن تواترها. نعود قبل قليل وعلم مما ذكر أنه لا يشترط في الجماعة عدد معين. أنهي جماعة؟ يعني الجماعة التي تنقل عن جماعة إلى آخر تعريف التواتر. لا تشترط في الطبقة الناقلة للخبر المتواتر عدد معين، لأن المدار على أصول العلم، فمتى حصل العلم فقد حصل العدد المشترط في التواتر، ومتى لم يحصل العلم مع انتفاء الموانع المانعة من حصوله فإن ذلك دليل على أن شروط التواتر لم تتوفر. هنا أراد أن يرد على بعض المذاهب التي اشترطت للتواتر عدد معين، اشترطت للتواتر عددا معينا. قال: نعم، الأربعة لا يمكن تواترها. هنا أراد أن يؤصل لهذه المسألة ويقول بأن الأربعة لا يمكن أن تكون مخبرة بخبر متواتر، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وهو قول أبو علي الجبائي والقاضي الباقلاني وأبو الطيب الطبري وأبو يعلى الفراء وغيرهم يرون هذا، لكن الرأي الصواب في هذا أن الأربعة لا يمكن تواترها. والدليل على أنها لا تفيد التواتر أن الله سبحانه وتعالى في حد الزنا طلب تزكية الأربعة، وطلب التزكية فرع على أن خبرهم لا يفيد القطع، إذ لو أفاد القطع لا يفيد تزكية أو عدم التزكية، يعني سواء زكوا أو لم يزكوا. لو أفاد قولهم التواتر لا قبل مطلقا، ولكن كون الشرع يطلب تزكية لهؤلاء الأربعة وبحثا عن حالهم، هذا يدل على أن قولهم لا يفيد العلم، وإلا لو أفاد العلم لما اشترط ذلك الشرط، لأن ذلك الشرط حتى يحصل الظن بقولهم. ولذلك قاله: وإلا لما وجب على القاضي استزكاؤها في شهادتها بالزنا مثلا. استزكاؤها يعني ايه؟ يعني طلب تزكيتها. الاستزكاء معناها طلب التزكية، لأن الألف والسين والتاء تدخل للطلب، يعني طلب التزكية. أتى أربعة إلى القاضي وشهدوا بأن هذا الشخص قد أولج في هذه المرأة وليس بينهما زوجية، وليست أمة له، وليس هناك شبهة وطئ. فالقاضي يأتي بهؤلاء الأربعة الذين شهدوا ويطلب تزكية لهؤلاء الأربعة: يلا خرجوا لنا أحوالكم حتى نبحث عن حالكم، فإن كان حالهم مرضي وتثبت
الشهادة بقولهم أثبتها، وإلا فلا. طب لو أفاد قولهم العلم لما طلبت التزكية مطلقا لحصول العلم عند القاضي، أن القاضي لما يخبره أربعة بأن هذا الرجل قد أدخل في هذه المرأة بالشروط المرعية، فإنه في هذه الحالة يحصل عند القاضي العلم. والعلم متى حصل؟ لا يحتاج إلى النظر في حال الناقل. قال وإلا لما وجب، يعني ولو أفاد قولهم العلم لما وجب على القاضي استزكاؤها. استزكاؤها يعني الأربعة، فالضمير عائد على الايه؟ على الأربعة من الشهود في شهادتها، أي شهادة هذه الأربعة بالزنا مثلا. وقيل هذا شروع في ثاني المذاهب، وقيل يشترط عشرة، يعني أقل عدد يحصل به التواتر عدد عشرة أفراد، لأن ما دونها، يعني لأن ما دون العشرة جمع قلة، يعتبر جمع قلة وليس جمع كثرة. وما دام جمع قلة، القلة لا يحصل بعددها التواتر، بل لابد من أن ينقل الخبر جمع عن جمع مثله وقد حصل بهم الكثرة الكاثرة. وهذا منسوب لأحد أصحابنا الشافعية وهو أبو سعيد الإصطخري. وقيل اثنا عشر بعدد النقباء الذين أرسلهم موسى عليه السلام ليعرفوه أحوال بني إسرائيل. اختار 12 وبعثنا منهم 12 نقيبا، أرسل 12 يلا اذهبوا إلى بني إسرائيل وتكشفوا أحوالهم وانقلوا أحوالهم إلي. فلو لم يحصل بهم التواتر لما شرط الله سبحانه وتعالى ذلك العدد. وقيل عشرون، وكل هذه المذاهب ضعيفة. يعني هو سيدنا موسى، طب لو ما حصلش بهم العلم، طب ما ممكن يحصل بهم الظن، ويكتفي سيدنا موسى بحصول الظن من الاثني عشر. ايه المشكلة؟ ما هو الظن مما تبنى عليه الأحكام. قال وقيل عشرون. عشرون لقوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. عشرون صابرون، إن يكن منكم عشرون صابرون. طب من نعرف أنهم صابرون؟ بأن يخبروا عن أنفسهم بأنهم صابرون. فلو لم يكن خبرهم عن أنفسهم بأنهم صابرون يعني يفيد العلم لما اعتمد قولهم. ده هو اللي استدل بالمذهب يوجهه بهذا الكلام. نقل هذا القول عن أبي الهذيل، نقل هذا القول عن أبي الهذيل العلاف وهشام الفوطي من المعتزلة، وقيده الصيرفي بما إذا كانوا عدولا، لكن المصابرة في القتال لا علاقة لها بالأخبار، ملاش علاقة خالص لا بالأخبار ولا 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 ولا. وممكن يبقى يعني خبرهم يفيد الظن ويعتمد قولهم في هذا. قال بعد ذلك وقيل أربعون، يعني يحصل بهم العلم لقوله تعالى واختار موسى قومه. سبعين رجلا، لا ده لسه قياسا على عدد الجمعة، الأربعين ده قياسا على إيه؟ عدد الجمعة. مذاهب يعني غريبة جدا، مذاهب غريبة في النظر والتأمل. إيه علاقة عدد الجمعة
بالأربعين التي تحصل بها التواتر. هو كل حمراء لحمة زي ما بيقولوا أي حاجة كده، أي متمسك وخلاص في العدد، ذهابا إلى أن العدد الذي نزل فيه قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فنزلت هذه الآية لما آمن 40 من الرجال. إيه علاقة 40 عدد الجمعة بحصول العلم؟ ولا حاجة. أعتقد أنه يعني الدليل في الشمال والمستدل عليه في اليمين. ولكن هو أراد أن يتابع الإمام المحلي في جمع الجوامع، في شرحه على جمع الجوامع نقل هذه المذاهب وعللها واستدل لها بهذا. قال وقيل 70، يعني 70 رجلا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وإنما قصهم بهذا العدد ليخبرهم أن إذا رجعوا، ليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني هم هيتاخدوا هيكونوا نائبين عن قومهم، يرون الأحوال ثم بعد ذلك يذهبون إلى أقوانهم ينقلون لهم هذه الأخبار والآراء والأشياء التي شاهدوها ورأوها. طب وإيه المشكلة يعني اختيار 70 دول؟ قد يكون له شيء لا يعلمه إلا الله، مش لكون إن هم بيحصل بهم التواتر. ما ممكن 70 ما يحصلش بهم التواتر، لأن القضية تحتاج إلى عدد أكثر من هذا وأكبر من هذا، والموضوع مستبعد الوقوع. طيب على كل حال كما ترون أدلة لطيفة خالص. وقيل 310 اللي هو عدد مين؟ عدد أهل بدر. وأهل بدر ينبغي احترامهم لقيام الأدلة على ذلك، وهذا يستدعي التنقيب عنهم ليعرفوا أنهم بإخبارهم. فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه يفيد العلم بالمطلوب في مثل ذلك. إيه علاقة برضك يعني نحن نناقش هؤلاء؟ ما هي العلاقة يعني؟ أهل بدر 317 أو 18 دي قضية، وما يحصل به العلم قد يكون بأقل من ذلك، لأنها قضية ممكنة، ولأن النقلة كانوا أتقياء وعلماء وكانوا مدققين ولم يعد عليهم كذب قط وهكذا. لكن هو بيقول لا، أصل هو هم 317 أصل هو ربنا أوجب علينا احترام أهل بدر، وأهل بدر لا يعرفوا إلا بإخبارهم عن أنفسهم، وإخبارهم عن أنفسهم بهذه الطريقة المجمعة يفيد العلم. وأي كلام يعني، ما كل كلام مرصوص جنب بعضه. والبضع بكسر الباء وقد تفتح، بضع وبضع، ما بين 3 إلى 9، يعني ممكن يكونوا 303 لغاية 309. طيب وكل هذه المذاهب كما ترون مذاهب أعتقد أنها فاسدة كاسدة لا علاقة لها بما نحن فيه، ولو حد معاه المحل على جمع الجوامع هيوهن كل هذه الآراء. ولا عدالتهم، يعني ولا تشترط عدالتهم، ممكن يبقى كلهم في الساق، لأن القضية مش راجعة إلى أحوالهم، ده القضية راجعة إلى الحالة الاجتماعية الحاصلة من إخبار هذا الجمع، ملهاش دعوة بتقواهم، لها دعوة بأن هذا جمع لا يمكن أن يتفقوا على الكذب، لا لأنه هؤلاء أتقياء عدول، لا لأن القصد من هذا إن الخبر ده يقطع القلب بصدقه.
الجمع بهذه الصورة العقل يحيل، مش العقل العادة، تحيل أن يجتمعوا على اختلاق هذا. فلاش دعوة لا بتقوى ولا بصلاح ولا بعدالة ولا بفسق ولا ولا ولا، لكن الهيئة الاجتماعية أحدثت هذا القطع وهذا الجزم في القلب، مع عدم إمكان اختلاق الكذب عادة، ولا عدالتهم ولا إسلامهم. يعني لا يشترط في ناقل التواتر العدالة ولا الإسلام كمان، ممكن يكونوا كفار. كفار راحوا ولقوا حريقة في أمريكا، وجي واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد حتى اجتمع عدد أنا جزمت أنه لا يمكن أن يجتمع على الكذب. ده أنا رحت ماليزيا وأخبرني كفار جاءوا من أمريكا ورأوا حريق هائل في أمريكا. جيت مصر جاءني أيضا ناس تانيين وأخبروني. رحت مكة وأنا بحج أخبرني أناس كفار آخر، وهكذا وهكذا وهكذا. لا، يبقى في حاجة يحصل من هذا الإخبار المتوالي المتتالي العلم. ولا اختلاف بلدهم، يعني ولا يشترط كذلك اختلاف بلد الناقلين. يعني مش لازم أن واحد يبقى من ماليزيا، واحد تاني يبقى من اندونيسيا، واحد تاني يبقى من جنوب افريقيا، واحد تاني من كردستان وهكذا. لا، بل قد يكون من بلدات واحد. كما اذا جاءني جمع كبير من ماليزيا وقالوا لي في بلدة اسمها قدح، صح، وكلهم جايين من ماليزيا، يحصل العلم بإخبارهم. ولا اختلاف بلدهم ولا اختلاف أنسابهم. ليس الشرط أن يكونوا من أنساب مختلفة، هذا من عائلة فلان وهذا من عائلة أخرى وهذا من عائلة ثالثة وهذا من عائلة رابعة. لا، قد يكون المخبرون قاطبة من عائلة واحد، منتسبين لآل شلتوت رضي الله عنهم وأرضاه. ولا اختلاف دينهم، يعني ولا يشترط كذلك اختلاف دينهم. مش لازم ان واحد يكون مسلم والاخبار الاخر يكون مسيحي والثالث يكون يهودي عشان يبقى في بقى يعني عباره عن وحده وطنيه، ولا واحد ثالث يكون وهكذا. لا يشترط هذا. ليه؟ لان العبره بحصول العلم، فمتى حصل العلم فقد حصل عدد التواتر. أنا مالي، أنا عايز الحاجة، أصل هو آية التواتر حصول العلم. إيه علامة التواتر؟ أن يحصل العلم، والعلم قد يحصل مع مختلف الديانة ومتفق الديانة، ويحصل مع متحد الأنساب ومختلف الأنساب، ويحصل مع من كانوا مختلفين في البلاد ومتفقين في البلاد. ولا اختلاف وطنهم، يعني ولا يشترط كذلك أن يكونوا من أوطان مختلفة. يعني كمان هو بس يقول لك ولا اختلاف بلدهم. البلد دي أضيق، الوطن ده أوسع، زي مصر مثلا، ومصر ده الوطن، القاهرة دي البلدة، مش القاهرة ده، القاهرة بسم الله ما شاء الله، سيدة زينب بلد لوحدي حاجة صغيرة كده. ولا وجود إمام معصوم فيهم، هذا للرد على الشيعة الذين يشترطون في عدد التواتر أن يكون فيهم الإمام المعصوم. يبقى العبرة عندهم مش في الناقلين، ده العبرة عندهم لأن هذا العدد قد اشتمل على الإمام المعصوم. خزعبلات عقلية للشيعة، وننتقد الشيعة ما بيهمناش، ما تقلوش. قال ولا كثرتهم بحيث لا يحويهم بلد، يعني ولا يشترط في ذلك العدد الذي ينقل لنا أخبارا متواترة أن يكون عددا كثيرا تعجز البلدة عن يعني جمعهم وعن ضمهم. لا، قد تحويهم بلد وقد يحويهم عمارة، إيه المشكلة؟ لأن احنا عندنا المقياس والميزان هو يا مشايخ
حصول العلم ولا كثرتهم بحيث لا يحويهم، يعني لا يجمعهم ولا يضمهم ولا يحوطهم بلد ولا يحصرهم عد. لو أردت أن أنا أعدهم بالعين كده هتلخبط، قال مش الشرط كده، ممكن أبص لهم كده وأعدهم بالعين. أمال اللي أنا ما أقدرش أعدهم بالعين، أفضل عد 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 أوصل لغاية 300 وأتلخبط، يبقى ده لا يحصرهم عد. لا يحصرهم عد إنساني بطريقة معتادة، مش آلة حاسبة يعني. ولا دخول أهل الذلة فيهم اللي هم اليهود، يعني ولا يشترط أن يدخل في الذين ينقلون لنا أخبار التواتر دخول اليهود في هذا العدد. ودوت عزاه إمام الحرمين في البرهان إلى اليهود، فزعموا أن أهل العزة لا خوف عليهم فيجوز أن يجترئوا على الكذب، وأهل الذلة أهل خوف فلا يجترئون على الكذب. والكلام ده كان قديم، ما فيش، لا مش موجود الآن، وهو فاسد، لأن أهل الذلة لخستهم ده هو العكس بقى، أهل العزة والشرف والجاه هؤلاء الذين يعني يبتعدون عن إلساقهم بالعار. هيكذب إزاي؟ ده رجل مرموق مثلا يعني، وبيقول كده يعني، الفكرة إن هو في مكان مرموق يا مولانا، فكيف يعني يعتادي الكذب ويختلق الأخبار؟ ده رجل يعني كبير في قومه شريف. وأما أهل الخسة ده عكس المذهب، يعني أهل الوقاء الوضاعة والصعاليك، فهؤلاء يجوز عليهم الكذب نظرا لأنهم ليس عندهم سمعة يحافظون عليها، وليس عندهم جاه يحاولون أن يعني يخافوا من تدنيسه. لكن المذهب اللي احنا بنقرأ فيه ده بيقول لا، أهل الذلة دول أهل خشية ومش عايزين إن هم يكذبوا، أما أهل العزة دول اللي معاهم أموال دول لا، دول نظرا لأنهم معاهم أموال ممكن يكذبوا. ده بالعكس بقى، فهو بيرد عليه وبيقول له إيه، ده العكس هو الصحيح، إن أهل العزة يخافون على مناصبهم وعلى جاههم وعلى يعني مراكزهم الاجتماعية من أن يدنسوها بيعني الكذب، وأما أهل الذلة فليس عندهم ما يخافون عليه. واخد بالك؟ وده احنا شفناه في ناس كده بتخاف على سمعتها إذا كانت زاوي مركز مرموق في المجتمع. فهنا المذهب غريب شوية، كل برضك المذاهب ديت مذاهب يعني فاسدة أيضا، وهو الأصح في الجميع. انظر بقى إلى العلة، خليك مع المقصد، لحصول العلم بدون ذلك، لأن أنا عندي ميزان للتواتر. إيه ميزان التواتر يا أولاد؟ حصول العلم. الله، إيه خلاص أنتوا بقيتوا علماء، انتهت. لحصول العلم بدون ذلك، قال والله لأنه الشروط اللي هم اشترطوها دي العلم يحصل بدونها، وإذا حصل العلم بدونها فلا تكون هي مناطا للتواتر، لأن مناط التواتر إيه؟ التواتر معلق ومرتبط بحصول العلم. فإذا حصل العلم بغير هذه الأشياء فلا تكون هذه الأشياء يعني محققة للعلم، وليست شرطا من شروط التواتر. افهم بقى مقاصد الكلام واحنا ماشيين على حتى نوفر على أنفسنا الوقت والجهد. قال والآحاد وهو مقابل المتواتر، مقابلة ضدية، لأن التواتر ما حصل به العلم، والآحاد ما حصل به الظن. فلو نظرت إلى هذا تقول بأن المقابلة ما بين الاثنين مقابلة الضاد، هذا ضد هذا. لكن مع هذا انحصرت القسمة فيهما، مثل الحركة والسكون يا مولانا. والآحاد وهو مقابل المتواتر، فيشمل المشهور، قال فإن الآحاد يشمل معه المشهور،
ويسمى أيضا المستفيض. يبقى الآحاد تحته المشهور، ويسمى أيضا المستفيض، سمي بذلك لانتشاره. من فاض الماء، فاض الماء يفيض فيضا، فاض يعني يعني وصل الماء إلى آخر جزء في الكوب، فاض الماء يفيض يعني وصل إلى نهاية الكوب. طيب، ومن المحدثين من غاير بين المستفيض والمشهور، قال لا أنا عندي فرق ما بين المستفيض وما بين المشهور، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور ليس كذلك. يعني إيه سواء؟ يعني الطبقة الأولى مساوية للعدد في الطبقة الأخيرة، وكل الطبقات متساوية في ابتدائه وانتهائه. نقل ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى أن وصلني، يعني كل طبقة من الطبقات مساوية في العدد للتي قبلها وللتي قبلها وهكذا. ده كده يبقى حضرتك مستفيض. وأما المشهور لا، ليس كذلك، لم تستوي طبقاته في العدد. ويسمى المستفيض وهو الشائع عن أصل، شاع يعني ذاع وانتشر بين الناس، لكن له إيه؟ له أصل يرجع إليه. خرج به ما اشتهر بين الناس لكن ليس له أصل. فين أصله بقى؟ في كتب السنة، مش موجود. هاتوا كده. قال وأقله اثنان، وهذا ما ذهب إليه الشرازي ومال إليه الجويني. أقله اثنان، وقيل ثلاثة، قيل أقل ثلاثة، وثلاثة هو قول يعني المحدثين، أقل ثلاثة. وقيل ما زاد عليها، وهو اختيار جماعة من أهل الأصول. وهو إيش هو بقى هذا الخبر؟ قالوا هو الذي يوجب العمل، أي يكون سببا في وجوب العمل بمضمونه، في وجوب العمل به بسبب عدالة راويه. يعني هو أوجب العمل، ووجوب العمل بمضمونه سببه عدالة الرواة. يعني لو كان الرواة مش عدول لا يجب العمل بمضمونه. ولا يوجب العلم، يعني لا يوجب العلم يعني بذاته، لا يوجب العلم يعني لا يوجب العلم بنفسه إيجابا عاديا. العادة لم تجري بأن هذا ينشأ منه العلم، لكن ممكن يبقى واحد عنده كده خارقة العادة وينشأ له من خبر الآحاد، خلاص مع نفسه. لكن العادة بتقول إيه؟ بتقول بأن خبر الآحاد لا يولد العلم، وإنما يولد الظن. إيه اللي زرعه في قلبك؟ اللي زرعه في قلب الظن، لأن احتمال الراوي يكون كذاب، احتمال الراوي يكون وهن، احتمال يكون الراوي نسي، احتمال يكون خلط، احتمال احتمال. كثرة هذه الاحتمالات تدفع القطع واليقين والجزم. ولا يوجب العلم، يعني لا يوجب العلم بنفسه إجابا عاديا. العلم بإيه؟ العلم بمضمونه، يعني أنا بجوز إن مضمونه قد يكون غير ثابت. يعني قلبي بيقول 90% ثابت، وفي حتة 10% كده ما دخلتش لجوه. أما وجوب العمل، وده أهم حاجة، هو مش أوجب العمل؟ طب هو يعني إيه ما أوجبش العلم؟ يعني لو جه واحد ونفى ولم يصدقه لا نكفره، لكن هو فاسق. أما وجوب العمل به
ووجوب العمل به يعني في مثل هذه الحالة، فيما إذا كان راويه عدلا، فلأنه تعالى أوجب الحذر، وهو الانكفاف عن الشيء بإنذار طائفة من الفرقة بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو الدليل. طب فين الدليل ده؟ دليل ما قالش اعملوا بخبر الآحاد، هو لم يقلها صراحة، ولكن إذا نظرنا إلى الآية فهمنا منها ذلك، لأن الله أوجب الحذر لعلهم يحذرون. طب فين بدا ما قالش احذروا؟ قال ما هو قال لعلهم، ولعلهم هذه تفيد الترجي، والترجي هو توقع حصول شيء مع عدم العلم به وعدم القدرة عليه، أي على إيجاده، وهذا مستحيل على الله. فينصرف، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فينصرف حينئذ إلى الأمر بالحذر لعلهم يحذرون. يبقى لعل تفيد الإيه؟ الترجي. وإيش هو الترجي؟ هو توقع حصول شيء مع عدم العلم به. بس ده مين اللي بيتكلم؟ لعلهم يعني نرجو ونتوقع أن يحصل لهم الحذر. إيه ده؟ ده الكلام ده ما يصدرش إلا من لا يتصف بالعلم، لكن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم، فاستحال المعنى الظاهر في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الترجي يحتاج لإيه؟ الترجي ده عبارة عن توقع شيء وأنا لا أعلم بمآله، هل هيحذر ولا ما يحذروش؟ لكن إذا صدر هذا من الله سبحانه وتعالى فلا يكون المطلوب به هو التوقع، وإنما هو حصول ذلك الشيء، لأنه بيقول لك توقع شيء مع عدم العلم به وعدم القدرة على إيجاده، ده كده الترجي. لأن عل هؤلاء يحذرون. طيب، لأنه عالم بكل شيء وقادر على كل شيء، يبقى لعل هنا تحولت إلى الإيه؟ إلى جملة احذروا، بقت آمرة. والحذر معناه الخوف من العقاب، وخوف العقاب إنما يتحقق عند وجود مقتضي العقاب. احذر، طب احذر من ايه؟ احذر من المخالفة. طب هي المخالفة ديت يعني حرام؟ يبقى الحذر معناه الخوف من العقاب، والخوف من العقاب إنما يكون عند حصول إثم بهذه المخالفة التي يعني ترتب عليها العقاب. ما أنا بقول لك احذر، احذر من إيه؟ احذر من النار. في إيه بالضبط؟ في الفعل المعين ده. أوجب الحذر بقوله لعلهم يحذرون. فكها كده وقول إيه؟ فاحذروا. والحذر معناه إيه؟ معناه الخوف من العقاب عن شيء ترتب عليه إثم، وهو الانكفاف عن الشيء. الحذر معناه إيه؟ بقى الشيخ بقى بيطلع يقول لك عشان تبقى حذر وتحذر من هذا إن أنت تكف عن هذا. متى أكون حذرا؟ أكون حذرا إذا حصل لي انكفاف عن المعصية، يبقى أنا كده حذرت. لعلهم يحذرون يعني احذروا. طيب أنت تجنبت ما أدى إلى عقاب الله، يبقى أنت كده كنت من الذين حصل لهم الحذر. طيب ويحصل الحذر بإيه؟ بإنذار طائفة من الفرقة، لعلهم يحذرون بذلك الإنذار. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لولا نفر ده برضك في حث، يعني انفروا من كل فرقة طائفة،
من كل فرقة طائفة تنفر، تنفر تعمل إيه؟ تذهب وتتعلم العلم، ثم بعد ذلك إذا جاءت الطائفة الأخرى التي ذهبت تجاهد في سبيل الله، يعني علمتها تلك الطائفة أحكام الدين. والإنذار الأمر المخوف. لما أقول لك إيه أنا بنذرك، بنذرك يعني إيه؟ يعني أنا بخوفك من أمر قد يؤدي إلى عقاب الله سبحانه وتعالى. فرقة، قال والله الفرقة ثلاثة فصاعدا، من كل فرقة منهم طائف، من كل فرقة طائفة. طب والطائفة؟ طائفة تصدق بالواحد والاثنين، يبقى الفرقة دي مجموعة من الناس، والطائفة دي ايه؟ عبارة عن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من هذه الفرقة. طيب قال: ولأنه لو لم يقبل، يعني خبر الواحد، لما علل عدم قبوله بالفسق. يعني لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما علله الله سبحانه وتعالى في رده بأنه خبر فساق، لكن لما يعلله بأنه خبر فاسق يبقى لا، الخبر في ذاته مقبول ولكن قد يرد من أجل الفسق لا من أجل ذاته أنه خبر. لأنه إذا كان هو مردود من حيث ذاته لكان الله سبحانه وتعالى علله بالذات، لأن التعليل بالذات هو المتعين إذا كان غير مقبول ذاتا. ولكن كون أنه يعلله بالفسق: فإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاسق، يبقى الخبر نفسه مقبول، ولكن إذا كان فاسقا دي قضية تانية. ولذلك قال: لأنه لو لم يقبل خبر الواحد، إذا كان خبر الواحد في أصله غير مقبول، لما علل، يعني لما علله الله سبحانه وتعالى بعدم قبوله بالفسق، يعني لما علل الله سبحانه وتعالى عدم القبول بالفسق لكان قال: لا، خبر الواحد غير مقبول رأسا. لكن هو مش كده، ده هو مقبول ولكن له شروط، ومنها أن يكون الذين نقلوه عدول بالفسق، أي لأن الله تعالى طيب خلاص قلناه. قال: لما علل عدم قبوله بالفسق لأن ما بالذات لا يكون بالغير. لأن ما بالذات، يعني لأن المعلل بالذات لا يعلل بالغير. يعني لو كان خبر الواحد غير مقبول لكونه خبر واحد لعلل بالذات ولا يعلل بالصفات، لأنه هو من في ذاته من حيث ذاته غير مقبول، فلما تأتي تعلل عدم قبوله تعللها بالذاتية مش تعللها بالفسق. ولذلك قالوا: لأن ما بالذات لا يكون بالغير، لأن ما كان باطلا في ذاته لا يعلل بكونه باطلا بسبب غيره. هي كده، ده السد أسهل من النوبة اللي فاتت كلها. أيوة، أصله هو لو كان من حيث الذات مردود. ولذلك بص بيقول لك بقى: وإلا لا لازم تحصيل الحصر. ما هو أنت بتقول لي إنه هو غير مقبول علشان فسق، طب ما هو قبل ما يكون فسق ما هو أصلا غير مقبول. يعني إيه؟ لا ده كمان لو أنت عللته بالغير مع أنه باطل بالذات لاقتضى تحصيل الحاصل. ما هو باطل في ذاته فيكون باطلا بسبب صفاته، طب ما هو قبل الصفة والصفة دي رقم اتنين في الحصول، ما هو كان باطل أولا. فأنت عايز تقول الباطل باطل، ده كأنه أراد أن يقول هذا الباطل باطل، هذا الباطل قد بطل. إزاي يعني؟
ما هو باطل أصلا لذاته، فلا يكون باطلا لصفاته، لأنه لو كان باطل لصفاته يبقى هيحصل أنه كذلك كان باطل لذاته، يبقى الباطل باطل. إزاي يعني؟ ما ينفعش، وإلا لازم تحصيل الحاصل وهو محال. أنت عندك إيه يا مولانا؟ هي نفس الكلام. إذا كان الذات مردودا أصلا فلا يعلل بعد ذلك، أن هذا الذات رد بسبب آخر. صح، يا سلام، هذا من قال مما قاله شلتوت بارك الله فيه وفيك. فلذلك إذا كان الخبر الواحد مردودا لكون الخبر الواحد فلا يصح أن يقال بعد ذلك أن الخبر مردود لكون الواحد فاسقا. طب ما هو مردود أصلا، أنت بتقول لي هذا الخبر المردود مردود، طب ما هو مردود هترد لي، ما هو مردود لذاته، فإذا كان مردودا لذاته فلا أستطيع بعد ذلك أن أقول هو مردود للصفات، لأنه الرد حصل أولا. زي واحد مات، أجي أقول له أنت مت، وبعد كده أنت مت، الموت الميت مات، ينفع أقول كده الميت مات؟ طب ما هو حصل الموت. طيب بعد كده قال لي بقى الكلام اللطيف الحلو ده، وامتنع تعليله بالفسق، وامتناع تعليله بالفسق باطل. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي علله بالفسق، وإذا علله بامتناعه بالفسق ورده بسبب الفسق دل ذلك على أنه مقبول في ذاته، لكن حصل أن هناك عوارض أدت إلى عدم قبوله، لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولأن الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق. هذا اللفظ يفيد بمقتضى مفهوم الشرط أن التثبت في الخبر غير واجب عند انتفاء الشرط، ويكون خبر الواحد العدل واجب القبول والعمل. ما هو بيقول لك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لو جاك فاسق تبين، طب لو لم يأتي فاسقان يبقى لا تتبين. ده مفهوم كده، وده اسمه مفهوم الشرط. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط اللي هو الرد، وإذا انتفى الرد يبقى ثبت القبول. ومفهوم الشرط حجة عند جمهور أهل العلم، فيجب العمل به، أي بخبر الواحد، إذا لم يكن فاسقا، إذا لم يكن المخبر بذلك فاسقا. وللقياس على الفتوى، ده دليل ثالث، أنه يعني يقبل خبر الواحد في الفتوى. يعني لو ذهبت إلى مجتهد وسألته عن حكم الله سبحانه وتعالى في واقعة معينة فأخبرك بذلك، وجب عليك أن تعمل بمقتضى ما يقوله لك المفتي. فكذلك إذا وصل إلينا خبر من سيدنا رسول الله وجب على المجتهد أن يعمل بمقتضى، قياسا على وجوب عمل المستفتي بقول المفتي. والشهادة وكذلك قياسا على الشهادة، إذا شهد شاهدان بأن لفلان حقا على فلان ثبت الحق، ووجب على فلان أن يؤدي ذلك الحق الذي عليه لفلان. طيب إيه بقى الجامع ما بين الفتوى والشهادة والخبر؟ التحصيل المصلحة المظنونة، لأن الخبر يترتب عليه مصلحة مظنونة وهي دفع الإثم فيما إذا تركه، وكذلك الفتوى دفع الإثم فيما إذا تركه، وكذلك الشهادة. قال تحصيل المصلحة المضمونة، تحصيل المصلحة اللي هي الثواب، ودفع المفسدة المضمونة اللي هي العقاب في الآخرة بترك ذلك الأمر. طيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي، كان يبعث يعني الواحد من الصحابة
إلى هذه القبيلة يخبرها بأحكام الله، ويبعث صحابيا آخر إلى قبيلة أخرى يخبرها بأحكام الله، وهكذا. فلو لم تكن هذه الأخبار واجبة القبول والنفاذ لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله يخبرون الناس بما وجب عليهم من حق الله. كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كما هو معلوم، ده مقطوع به كمان، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائد. يعني لو لم يكن العمل بأقوال هؤلاء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلاد والنواحي يعني واجبا لما كان، ما لا فائدة حينئذ في إرسالهم إذا لم يجب العمل على الناس بما تقول هؤلاء الرسل؟ فما الفائدة من إرسالهم؟ فيكون بعثهم عبث، والعبث ممنوع على الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، ولإجماع الصحابة على العمل به عند اطلاعهم عليه. لما الصحابة اطلعوا على الأخبار وعلى الروايات وثبت عندهم قبولها رجعوا إلى القول بها، فرجوعهم إلى القول بها دليل على أنها واجبة العمل، كرجوعهم إلى رواية عائشة، إجماع فعله رضي الله تعالى عنها في وجوب الغسل بالجماع من غير إنزال. كانوا يقولون قبل ذلك بأنه لا يجب الغسل إن لم ينزل، ثم لما وصلت لهم رواية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رجعوا إليها، وأخذهم في توريث الجدة برواية المغيرة ومحمد بن مسلمة. طيب واضح جدا، لأن هم الجدة كانت تعطى السدس، فلما المغيرة روى هذا وشعبة ومحمد بن مسلمة روى هذا، رجع هؤلاء الصحابة الذين امتنعوا عن توريث الجدة إلى توريثها. وفي وصية الطاعون وضرب الجزية على المجوس كلها ثبتت بأخبار أحاد برواية عبد الرحمن بن عوف، وقيل يجب العمل به عقلا. احنا لما بنقول يجب العمل به لا يجب العمل به للدليل الشرع لا لدليل العقل، لأنه لا مدخل له في مثل هذه الأمور، لكن هنا قال لا يجب عقلا، يعني وجوبا عقليا أن نعمل بأخبار الآحاد، لأنه أهل أصله. شوف صلى الله عليه وسلم الآيات القرآنية يعني لن تستوفي كل الوقائع والحوادث، وإذا كانت لا تستوفي الوقائع والحوادث وجب علينا حينئذ لاستيفاء الوقائع بالأحكام الشرعية أن نستوفيها بالسنة. ولذلك قال لي لأنه لو لم نستوفيها بالسنة لتعطلت كثير من الوقائع التي تحتاج إلى الأحكام عن الأحكام، لأن آيات الله ده 500 آية هي التي يعني قيلت عنها بأنها آيات الأحكام. طيب يعني 500 حالة 500 واقعة، والآن في كم وقع؟ آلاف الوقائع. السنة تستوعبها، يعني كأنه قال إيه؟ كأنه قال نحتاج إلى السنة من حيث استيفاء الأدلة لتغطية الوقائع العارية عن الأدلة، يعني إحنا محتاجين لها للاستدلال. قال وقيل يجب العمل به أي بخبر الواحد عقلا، أي وجوبا عقليا، لأنه لو لم يجب يعني لو لم يجب العمل بخبر الواحد لأدى ذلك إلى تعطل وقائع الأحكام. تعطلها يعني إيه؟ يعني خلوها عن الأحكام الشرعية المروية دي. تعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد،
طب والوقائع الأحكام اللي هي مروية من أحاد، لو قلنا غير مقبول العمل بخبر الواحد في هذه الواقعة التي نقلت إلينا، هتبقى واقعة خالية من الحكم، وخلوها من الحكم ينبني عليه يعني مفسدة كبيرة، وهي كثيرة جدا، لأن عندنا السنة لما نقلت لنا أحكام، يعني مثلا حكم زي إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لو قلنا إن خبر الواحد لا يجب العمل به، يبقى إيه حكم بقى التقاء الختانين؟ هيجب الغسل ولا هيجبش الغسل؟ أنا توقف، وهكذا. لكن لما نقول بأن الخبر غطاه من حيث الحكم، يبقى لا تخلو الواقعة عن حكم، وحينئذ لم نقع في المفسدة. قال: لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد، وهي كثيرة جدا، ولا سبيل إلى القول بذلك، يعني لا طريق إلى أن نقول أن هناك بعض بعض الوقائع وبعض الصور لا حكم لها، لا نستطيع أن نقول هذا. وأنكر قوم وجوب العمل به، أي بخبر الآحاد، لعدم الدليل، أي لأنه لا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة، أي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرها في باقي الأدلة المعتبرة ما يثبت وجوب العمل شرعا. فمن الأدلة التي ذكرناها من قبل؟ قال: أنا لا أعترف بأنها أدلة وغير ثابتة. يبقى لعدم الدليل، لأن ما فيش دليل، أو لأن فيه دليل على وجوب العمل في الشرع أو في العقل. يبقى وأنكر قوم وجوب العمل. طيب وجوب العمل ده سببه إيه؟ إما أنه لا يوجد دليل في الشرع يدل على وجوب العمل، ما فيش، أو في دليل يدل على عدم الوجوب. في فرق ما بين عدم الدليل أو الدليل بالعدم، هناك فرق بين الأمرين. الأول يقول: ليس عندي دليل. الثاني يقول: لا، عندي دليل يقول بأن خبر الواحد لا يجب العمل به لا شرعا ولا عقلا. وده كلام جميل. وأنكر قوم وجوب العمل به، أي بخبر الواحد، لعدم الدليل، أي لعدم وجود دليل يدل على ذلك من كتاب أو سنة، وما قيل هو عبارة عن أشياء يظن أنها دليل وليست بدليل، أو للدليل، أو لأنه قد وجد الدليل على عدمه، أي على عدم وجوب العمل، إما وجد في الشرع وإما وجد في العقل. طيب، أي دل الدليل على عدم جواز العمل بخبر واحد لأنه يفيد الظن. خلي بالك، ده الدليل موجود على عدم العمل بخبر الواحد. ايه هو؟ قال: ده خبر الواحد يفيد الظن، والظن اكذب الحديث، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون الا الظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا. او عقلا، او ان هناك من جهة العقل ان العمل بخبر الواحد يفضي الى تصديق مدعي النبوة. لو كان العمل بقى بخبر الواحد جائز، لكان اي حد جه وقال لي انا رسول الله كنت عملت بيه، وهتبقى مصيب، كل يومين ثلاثة يظهر لك 200 ألف رسول، وكل ده طبعا يعني باطل كما فرغنا. وقيل: لا يجب العمل به في الحدود. كل ده هتلاقيه جمع الجوامع، اخذ هذا من جمع الجوامع. وده يدل يا مشايخ على ايه؟ على ان المدارس العلمية والمناخات العلمية القديمة كانت بتعيش مع كتب التراث حفظا وقراءة وإقراءا ومذاكرة وعودة، حتى كان هذه الأشياء أعتقد أنها كانت في رؤوسهم، وهو كده بيألف
حافظها فبيكتبها ومستصحبها، عاشوا مع الكتب، عاشوا مع العلم، ولذلك انتبه. واخد بالك؟ طيب، لا يجب العمل به في الحدود. قال لك لا، الحدود يعني ايه؟ يعني لو جاءني خبر احد يثبت مثلا حد قطع اليد مثلا، يعني بلاش قطع اليد، يثبت مثلا حد القذف، يثبت مثلا، لا اقبله. لماذا؟ قال لا، احتمال يبقى قائله اختلط عليه كذب، فيبقى ده شبهه، والحدود تدرا بالشبهات، لان خبر الواحد شبهه، والشبهه لا تكون مثبته للحد. ده الكلام اللي هم اعتمدوه، وهو قول القرقي من الحنفيه. وقيل في ابتداء النصب، النصب ده جمع نصاب، وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة، مثل 5 أوسق، مثل 5 من الإبل، 10 من الإبل، وهكذا، اللي هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة. في مقدار أولي، يعني مثلا المقدار الذي تجب فيه الزكاة في الإبل أول مقدار 5. طب 10؟ لا، ده مقدار ثانوي. 15 ثالث. 20، 25، ده مقادير بعد ذلك. يبقى في مقدار أولي أثبت وجوب الزكاة، وهناك مقادير أخرى. وأول نصاب هو أول مقدار تجب فيه الزكاة، كما مثلنا بالإبل اللي هم 5، في 5 من الإبل شاة، يبقى ده في ابتداء النصاب. ابتداء النصاب عند قوم لا يعمل بخبر الآحاد فيه، لا يفيد، بخلاف ما إذا أتى في النصاب الثاني والثالث والرابع وهكذا. والمنع من العمل به كما يقولون إن هو بيأصل لأمر عام يحتاج إلى دليل قوي. ولكن في الثاني والثالث قد ثبت الوجوب، فيغتفر فيه الدوام ما لا يغتفر فيه الابتداء. ثم قال بعد ذلك مذهب آخر، وقيل فيما عمل الأكثر بخلافه، يعني لا يجب العمل في خبر، لا يجب العمل بخبر الآحاد في شيء عمل الأكثر، أي أكثر الأمة، على خلافه. يعني عندي خبر آحاد، وعندي عمل من أعمال الأمة التي عمل فيها الأكثر على خلاف ذلك الخبر، يعني أترك ذلك الخبر وأعمل به عمل الأكثر. وقيل فيما عمل الأكثر بخلافه، كل ده رجع ليا مشايخ، لا يجب العمل به في الحدود ولا في ابتداء النصب، ولا يجب العمل به فيما عمل الأكثر بخلافه، كل راجع ليه ما قبل ذلك، اللي هو ايه؟ اللي هو لا يجب العمل في كذا ولا يجب العمل في كذا. خلي بالك عشان الكتاب كده تقدر تفهمه. وقيل اي ولا يجب العمل به فيما عمل، يعني في قضية وموضوع عمل أكثر الأمة بخلاف ذلك الخبر. ويقصد بعمل الأكثر يعني أكثر العلماء على خلاف ذلك الخبر الآحاد. طيب، لأن عملهم حجة مقدمة على الخبر الذي يفيد الظن، لأن عمل أكثر الأمة مثل عمل كل الأمة، هذا مثل هذا عند هؤلاء القوم، ونحن لا نسلم أن عمل الأكثر بخلاف خبر الآحاد مثل عمل الكل، لأن الأدلة جاءت وأثبتت الحجية للكل ولم تثبت الحجية للأكثر. وقيل فيما، يعني لا يجب العمل به فيما عمل
أهل المدينة بخلافه، لأن عملهم كقولهم حجة مقدمة على خبر الآحاد، لأنهم اطلعوا على أقوال وأحوال وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم أدرى بما استقر عليه الأمر. فما دام خالفوا خبر الواحد يبقى لديهم من السنة ما يفيد أن ذلك الخبر متروك. ولكن هذا أيضا لا يصح، لأننا لا نعتمد الظن في مثل هذا. طب ده أنا عندي حقيقة وعندي شيء مخفي، أقدم الحقيقة ولا أقدم الشيء المخفي؟ ولأنه قد يكون لديهم صحيح خبر، ولكن قد يكون هذا الخبر فهموه بطريقة لا يقرون عليها من بقية المجتهدين. ما هؤلاء مجتهدون والآخرون الذين وصل إليهم الخبر ويريدون أن يعملوا بمقتضى ذلك الخبر مجتهدون، فلما التحكم على المجتهد؟ وقيل فيما تعم به البلوى، يعني لا يجب العمل به في أمر تعم به البلوى، يعني يكثر وقوعه ويكثر التكليف به، زي مثلا مس الفرج ده يكثر حصوله. فإذا جاءني خبر وقال من مس ذكره فليتوضأ، مش أعمل به، لأنه هو خبر آحاد وحصل في قضية تكثر من الناس ويكثر التكليف به، وما يكثر التكليف به يحتاج إلى أمر يعني قوي في الثبوت. ولأن ما يعني تعم به البلوى أيكثر السؤال عنه، وما كثر السؤال عنه لا ينقل إلا بنقل الكافة والآحاد، ولا يكفي فيه خبر الآحاد. قال لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، فتقتضي العادة بنقله آحادا، فتقتضي العادة بنقله يعني نقلا متواترا، مش من نقله نقلا آحادا أصلا. يعني ما تعم به البلوى، انتوا عارفين جت ازاي؟ يعني أنا حصلت لي القضية دي فرحت سألت سيدنا رسول الله، وخير حصلت له فرح سأل، وفلان حصلت له فرح سأل، وعلان حصلت له فرح سأل، شيء نحتاج إليه ويقع فينا، ونحن حريصون على الدين ونريد أن نعرف شرع الله ونريد أن نتعلم، فالجميع سيذهبون ولا يكتفى بواحد. فإذا ذهب الجميع للسؤال فمقتضى الحال أن ينقله الجميع الذين سألوا. فإذا وصل إلينا فيما شأنه أن ينقل بالجماعات وبالكافة، وصل إلينا بخبر أحد، فيكون في مشكلة فيه، لعل صاحبه وهم، لعل صاحبه كذا، لعل صاحبه كذا، وهكذا. ده رأي من قال بإيه؟ بأنه لا يجب العمل بخبر الأحاد فيما تعم به البلوى، لأن ما تعم به البلوى الشأن فيه أن ينقل نقلا متواترا، فإذا لم ينقل نقل متواتر يترك هذا الواحد الذي دل عليه. وإحنا بنقول له نحن لم نرتضي هذا المنهج، لأنه قد يكون الشخص اللي نقلوا اهتم به، والبقية الذين سألوا عنه لم يهتموا بنقله اكتفاء بنقل أحد واحد منهم. ده من ضمن يعني ما نفكر فيه في الرد. أو خالفه راوي، وكذلك لا يجب العمل بخبر الواحد فيما إذا خالفه راوي، لأن مخالفة الراوي له تدل على أنه ظهر له ما يقتضي الرجوع عن مقتضى القول بذلك الخبر. لعل الراوي عنده رواية أخرى، لعل الراوي عنده يعني دليل آخر، لعل الراوي يعني ترك ذلك لأنه قد اطلع على ما هو أقوى منه، وهكذا. وهذا أيضا غير مرضي، لأن هذا احتمال والأصل عدمه. أو عارض القياس، أو كذلك لا يجب العمل به فيما إذا عارض القياس، لأن معارضته للقياس تطعن في الناقل. قالوا كده معارضته للقياس تؤدي إلى الطعن في من نقل الخبر. قال ولم يكن راويه فقيها، يعني خالف القياس
وراويه ليس فقيه، لأنه ما يعرفش دلائل الألفاظ ولا عارف الأحكام ولا 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 ولا. طيب، وده قول الحنفية كما يقول، وقيل غير ذلك، وقيل هناك آراء أكثر من هذا بكثير. أو عارض القياس ولم يكن راويه، أي راوي ذلك الخبر، فقيها يعني مجتهدا. طب لو هو بقى كان فقيه ومجتهد ونقل الخبر، ألا يبقى ضبطه وتستفاد منه الأحكام؟ وإذا خالف القياس سيقدم هذا الخبر على القياس، لأنه منقول نقلا مضبوطا معلوما ومدرك ما فيه. وقيل غير ذلك. طيب، واتفقوا على الوجوب في الفتوى، وجوب يا مشايخ، وجوب العمل بخبر الواحد، اتفقوا على، اتفق العلماء والأصوليون على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى. لما روح أسأل المفتي، ما هو المفتي ده خبر واحد ويخبرني عن حكم الله في الواقعة، واجب علي أن أعمل بما يقول. والشهادة كذلك، وإذا ثبت يعني الشيء بشهادة عدلين لزم الحق وثبت، ووجب العمل بما يقوله الشاهدان. والأمور الدنيوية مثل الحروب والاجتهادات الحياتية والأسعار ورفع الدعم، دي أمور دنيوية يعمل بها بخبر الواحد. يعني لما يجي الوزير يقول لك والله رفعنا الدعم والكهرباء زادت، يبقى هو صادق. طيب، والأمور الدنيوية زي الطبيب ما بيقول لك والله حالتك ديت تحتاج إلى مثلا أن أنت تاخد الدواء الفلاني، الدواء العلاني، ما ده خبر واحد يخبرك على، يخبرك بأن هذا الدواء نافع وأنت بتاخده وتتلقاه وهكذا. وأما عدم إيجابه العلم في بمجرده، لأنه قد يوجب العلم بالقرائن المحيطة به، لكن احنا بنتكلم عليه من حيث هو بغض النظر عن القرائن المحيطة بذلك الخبر. فالاحتمال الخطأ فيه، احتمال انه يبقى اللفظ نفسه خطأ، نقل بطريقة غير دقيقة، الراوي خلط، فالاحتمال الخطأ فيه. وقيل لا يوجبه مطلقا، يعني خبر الواحد لا يوجبه في كل الأحوال، سواء كان بقى معه قرينة معهوش قرينة، سواء كان مجرد غير مجرد، لا يوجبه مطلقا. وقيل يوجبه مطلقا، وده غريب جدا، يعني الخبر الواحد يوجب العلم والقطع، ولكن في جمع الجوامع شرط أن يكون الراوي عدلا، عدالة الراوي، لأنه واجب العمل. قال كده والله، هو خبر الواحد واجب العمل، وكل ما أوجب العمل أفاد العلم، يبقى خبر الواحد أفاد العلم. وإحنا طبعا مش موافقين على هذا. يعني هل أنت خبر الواحد يحصل في قلبك العلم به بحيث أن أنت لا تستطيع أن أنت تدفع المضمون؟ يعني واحد بس جه وقال لك أمريكا احترقت، مش في احتمال ان قلبك يعني ما عمرك ما هتصدق، حتى وان كنت تتمنى هذا، عمرك ما هتقطع وتجزم بمضمون ذلك الخبر وان كان قلبك يتمنى هذا. عندنا عداء، ما مش عداء ولا حاجة، بس ده كل دي أمثلة خيالية. وقيل يوجبه مطلقا، حتى ابن قاسم العبادي كان بيتعجب ويناقش الإمام أحمد بن حنبل وبيقول له انظر إلى نفسك، هل خبر الواحد أفاد جواك علم يا إمام؟ لا، ما بيحصلش إن خبر الواحد بمجرد هكذا يفيد علما. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا ما أقدرش أستطيع إن أنا أدفع المضمون عن قلبي، لا أستطيع إن أنا أجزم وأقطع بمضمونه. إزاي؟ طب والعوارض ديت مش موجودة؟ العوارض ديت تشوش على حصول العلم. وقيل يوجبه المستفيض، لأنه أعلى من خبر الآحاد.
وعلم أنه لا يشترط في الراوي كونه فقيها، يعني مش لازم أن يبقى اللي نقله الإمام الشافعي، فيجوز أن يكون ناقل الخبر أي شخص، لأنه ما دام حفظ وأتقنه وأداه كما يعني حفظه فقد حصل الظن بأنه مضبوط. ولا عربيا، يعني مش الشرط أنه يكون الأصمعي، ولا والإمام الشافعي ما هو عربي كح، الشافعي من جهة أنه فقيه ومن جهة أنه لغوي. ولا ذكرا، هو الإمام الشافعي يعني برضك، ولا بصيرا الإمام الشافعي، ولا عالما بالعربية، ما هو ممكن يكون ملاوي وعنده إتقان للغة العربية بس هو مش عربي، ولا معرفة نسبه، ومش لازم ان انا ابقى عارف نهاية نسبه ايه، سيد جمال مش مهم لازم انا اعرف انه منسوب الى شلتوت، ولا في الخبر كونه غير مخالف للقياس، يعني ولا يشترط في الخبر ان يكون غير مخالف للقياس حتى يقبل. وينقسم الخبر خبر الآحاد الى مرسل ومسند، وإنما انحصر فيهما لأن الإرسال عند الأصوليين ترك الواسطة بين الراوي والمروي عنه، يا مسند يا مرسل، ما فيش غير اتنين، يا إما السند متصل يا إما السند غير متصل، متصل يبقى مسند، غير متصل يبقى إيه؟ مرسل. ده عند الأصوليين. وينقسم الخبر الآحاد إلى مرسل، والمرسل هنا ده بمعناه الأعم وهو غير المتصل، إيه شرحناها. فالمسند، والفاء هنا كما قلنا مرارا وتكرارا فاء الإيه؟ فاء الفصيحة يا مشايخ، يعني التي تخبر وتفصح عن شرط محذوف مقدر. إذا أردت أن تعرف تعريف هذين القسمين فأقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. فالمسند ما اتصل سنده، ما دي نكرة بمعنى ايه؟ بمعنى خبر. اتصل اسناده، يعني اتصل اسناده يعني كل رجالات الطريق الذي روى لنا المتن مذكورون، هذا عن هذا عن هذا عن هذا حتى وصلنا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على سبيل المثال. ولذلك قال بأن، والباء هنا للتصوير، إيه صورة يعني اتصال الإسناد ما تعرفنا وتفهمنا، قال بأن صرح يعني ذكر الرواة كلهم، بأن صرح برواته كلهم. طيب جميل، وده بيقول لك ده تعريف الإمام الخطيب البغدادي في الكفاية، الكفاية ده في علوم الرواية مش الكفاية ده، وفي كفاية عندنا في الفقه الشافعي، كفاية النبيه شرح التنبيه، وعندنا كفاية الأخيار، لكن كفاية النبيه ده كتاب عظيم وصاحبه فقيه لا يشق له غبار، امتلأ بالفقه امتلاء حتى فاض الفقه منه. وهو في اللغة، ايه هو بقى الإسناد في اللغة؟ قال الإسناد في اللغة إسناد أحد الجسرين، يعني عارفين الكوبري؟ أما بقى في كوبري كده وكوبري كده ووصلنا الكوبري ده بالكوبري ده، يبقى وصل الكوبري بالكوبري ده يتسمى إيه؟ يتسمى إسناد. فاهمين يا أولاد ولا لا؟ طيب، وفي الاصطلاح حكاية طريق المتن، الإسناد الطريق الموصل للمتن، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. والمتن، ايه هو بقى المتن ده؟ هو اللي هو القضية والأخبار التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني على سبيل المثال. والمتن غاية، يعني ما ينتهي إليه الشيء، غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، يبقى هو عبارة عن الكلام الذي انتهى إليه الإسناد. ايه ده الكتاب سهل قوي يا ولد، ده احنا النهارده نقعد نخلصه.
وقيل إن المسند ما اتصل إسناده بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ده المسند ده خاص بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا غير. قال ما اتصل إسناده ظاهرا فيشمل المعنعن عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لأن المعنعن في الظاهر متصل، بس مش ممكن يكون واحد كده جوه كده ما تذكرش، احتمال، ولكن الأصل عدمه. فهو في الظاهر كده هو متصل، ولكن في الباطن لما نيجي ندعبس ندعبس يعني ايه؟ يعني نبحث. المصريين يقول لك ندعبس يعني نبحث. لما نبحث ممكن نلاقي نجد انه في احد الرواة قد سقط، لكنه ظاهرا لم يسقط، لانه بيقول عن فلان، وهذه الجملة مضبوطة في علم الحديث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول لك عن فيدخل فيه انقطاع خفي كعن عنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. وقيل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل ما أضيف اللي هو يشمل المرفوع، يقول لك إن المسند ما اتصل إسناده بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل إن المسند ده ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، والإضافة هنا أعم وأشمل يعني، وهذا يشمل المرفوع وخرج به الموقوف على الصحابي والمقطوع أضيف للنبي. كأننا أقول لك إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو ده يقول لك اتصل إسناده بالنبي، ما أنا بقول لك بقى طريق المتن عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده متصل ظاهرا. طب والمسند؟ المسند هو المضاف للنبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضفتنا وأسندت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج يشمل بذلك، وهذا يشمل المرفوع، المرفوع لسيدنا النبي، يخرج بذلك الموقوف على الصحابي، ما يبقاش مسند، والمقطوع أي الموقوف على التابعين قولا وعملا، وهو يشمل المتصل أيضا، ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام يشمل المتصل والمنقطع الذي سقط منه صحابي أو غير صحابي. لأن أنت بتقول أضفت لسيدنا رسول الله، والإضافة لسيدنا رسول الله أعم وأشمل، قد تكون باتصال الإسناد وقد تكون بانقطاع الإسناد. طيب يا مولانا، والمرسل، ايه الجمال ده؟